بسم الله الرحمن الرحيم، نكمل شرح المحاضرات الفيديوية الخاصة بموضوع التكامل، موضوع اللي هو تغيير حدود التكامل، يعني من الكارتيزيان ايكويجن إلى البولار كوردينيت، من الكارتيزيان كوردينيت العفو إلى البولار كوردينيت. هذه المحاضرة قبلها بالفيديوهات السابقة حكينا على هذه الأمثلة اللي هي كانت هذا المثال رقم سي، وكانت مثال أيضا دي هذا الثاني وهذا الثالث وهذا الرابع، هاي اللي يقول ماكو أمثلة واحد مثال واحد يعلن الأستاذ مثالين، هاي أربعة والقبلة ثلاثة، كل بالعشرة أمثلة 12 مثال حلينا على هذا الموضوع. بس المهم انه انت تركز وتشوف بالضبط شنو دا اشرح عليه، انا نقاط دا اركز وانت تعرف شلون تجاوب ان شاء الله بالامتحان. عندنا هنا هذه الاف، هي وصلنا للاف، نعم وصلنا للاف، هذه عندنا السؤال اللي هو ايضا نفس المنطوق، يعني change from cartesian coordinates to polar coordinates. فدبل انتجريشن اكس واي على جذر اكس تربيع زائد واي تربيع دي واي دي اكس، هنا من صفر الى جذر 4 ناقص اكس تربيع من صفر الى 2. اول خطوه بالسوليوشن مثل ما تعلمنا بالامثله السابقه انه نكتب هنا الدي واي، هنا نكتب واي، هنا دي اكس نكتب هنا اكس وهنا اكس، وهنا دي واي نكتب واي بواي، فمن واي يساوي صفر الى واي يساوي جذر تصير عندنا معادلة على مود نفتهم احنا ونعرف هاي شنو، دائرة خط مستقيم، ونبدي نرسمها، وبالتالي من نرسمها نرسم تبين عندي حدود الشريحة، حدودها بالاتجاه الأفقي وبالاتجاه العمودي على مود أعرف هاي الشريحة شلون تنرسم على مود هم تنرسم صح. فهذه أول خطوة اللي هي نزلت هاي دي واي، خليت واي يساوي صفر وواي يساوي جذر 4 ناقص اكس تربيع، وهنا اكس صفر ولا اكس يساوي 2. اذا هاي شريحه عموديه وتبدي من واي يساوي صفر الى واي يساوي جذر 4 ناقص اكس تربيع. الواي صفر والاكس صفر والاكس 2 ذن ثلاثتين ما به المشكله، لان اعمده الواي يساوي صفر يعني هذا محور السيني، الاكس يساوي صفر يعني محور الصاد، والاكس يساوي 2 يعني عمود مقام على مسافه اكس يساوي 2 وموازي للواي اكسز، هذا اكس يساوي 2، بقى هذا اللي هو يحتاج له عمل، هذا بسيط انتم شايفين. واي يساوي جذر 4 ناقص اكس تربيع، هي معادله الدائره ربع الطرفين يصير واي تربيع يساوي 4 ناقص اكس تربيع. بعدين 4 الاكس تربيع انقلها صارت واي تربيع زائد اكس تربيع، خلاص اذا هاي ار تربيع يساوي 4، اذا الار يساوي جذر 4 يساوي 2، اذا هاي نصف العفو دائره نصف قطرها 2 ومركزها نقطه الاصل. هاي شفويا انا عرفتها، هسه نجي للحل التحريري. نقول بما انه عندنا دي واي دي اكس، اذا اكو شنو شريحه عموديه تبدا منين؟ تبدا من واي يساوي صفر من المحور السيني، وتنتهي ب واي يساوي جذر 4 ناقص اكس تربيع اللي هي معادله الدائره. اما حدود التكامل الاخرى اللي هي شنو، هسه عرفنا هاي الشريحه مالتي من يا يعني من الداون من ال upper من اللور العفو من اللور للابر عفوا من اللور للابر، هاي الشريحه العموديه بقت تتحرك باتجاه افقي منين؟ من اكس يساوي صفر الى اكس يساوي 2. الان نحتاج رسم الدائره اللي هي واي يساوي جذر 4 ناقص اكس تربيع، والاهم طبعا انه شنو تحتاج رسم الدائره؟ لازم تعرف نصف القطب وتعرف هي مركز الدائره وين صار، هاي فكرة انه ترسم دائرة تريد نصف قطب وتريد مركز دائرة. فهنا مثل ما شرحت لكم قبل شوية شفويا انه الواي يساوي جذر 4 ناقص اكس تربيع الطرفين، وبالتالي هذه الاكس تربيع زائد واي تربيع هي ار تربيع تساوي 4، ونجذر الطرفين اذا الار يساوي 2، اذا اصبح لدينا شنو هسه دائرة نصف قطبها 2 ومركزها نقطة الاصل. نيجي نرسم الآن، نستطيع رسم الدائرة والشريحة، ولكي نتمكن من وضع الأبعاد كاتبها أني على مود نقدر نوضع الأبعاد بالطريقة القطبية بعد تحويلها من الكارتيزيان لازم نرسمها.
فهنا هذا اللي هو الاكس يساوي صفر والواي يساوي صفر ذني. هاي الدائرة اللي هي الار يساوي 2، هذه الدائرة اللي هي شنو معادلتها؟ واي يساوي جذر، شوف مو ناقص، لو ناقص هذا الجزء يصير ناقص الواي مالته، ليش؟ لان الواي هنا بالاسفل ناقص، بس هذا الجزء العلوي كليته صار زائد، هاي همين ننتبه عليها. الاكس يساوي 2، هنا الاكس يساوي 2، وهاي الشريحة العمودية. الشريحة العمودية اللي تتحرك منين؟ تتحرك من x يساوي 0 إلى x يساوي 2، يعني هاي حركتها من x يساوي 0 إلى x يساوي 2. والشريحة العمودية من y يساوي 0، يعني هاي y يساوي 0 هذا الخط، إلى y يساوي جذر 4 ناقص x تربع، يعني هذا. بس لي وين تمشي؟ يعني كلها نص الدائرة لو لا ربع، ليش ربع دائرة؟ لأنه من x يساوي 0 إلى x يساوي 2. فنروح وين؟ نحول هاي الدائرة نفسها نجيبها نخليها هنا، بس هذه مكان y و x نقول ثيتا يساوي 0 وثيتا يساوي باي اوفر 2. وجبناها من هالشكل هذه، وخلي السهم اللي هو ال r من r يساوي 0 إلى r يساوي 2، شوف ال r يساوي هنا ثابت. من r يساوي 0 إلى r يساوي 2 هاي ثابت. فالحالة بسهولة أقدر شنو؟ أكتب الحدود التكامل من r يساوي 0 إلى r يساوي 2، ومن باي من ثيتا العفو يساوي 0 إلى ثيتا يساوي باي أوفر 2، مثل ما هنا هاي شوفها الشريحة مالتي هاي حدودها بس بالربع الدائرة تتحرك. فإذا الزاوية هي زاوية ربع دائرة من 0 إلى 90 ربع دائرة. وهذه اللي هي الار كوساين الاكس والار ساين ثيتا الواي، وهذه اللي هي اكس تربيع واي تربيع حولناها. طبعا هاي جذر هاي كليتها ار راح تصير، لان كوساين تربيع وساين تربيع واحد، والار تربيع عامل مشترك، فجذر الار تربيع هو ار، النتيجه مالته كليتها ار يصير. وبعدين هذه اللي هي حدود التكامل من 0 الى 2، من 0 الى باي اوفر 2 ساين ثيتا كوساين ثيتا. اول ما بالار تتبيع هذه التكامل مالتها، بتبقى ساين ثيتا وكوساين ثيتا، هذه التكامل مالتها. ليش ساين تربيع؟ لان التفاضل مالتها موجود، اي ساين تكامل ساين كوساين ساين تربيع ثيتا، لانه مشتقه الساين موجوده، يعني تفاضلها، يعني نقول تفاضل الساين موجود. بما انه تفاضل الساين موجود نقدر نعتبره شلون تكامل اكس اكس تربيع على 2، تكامل ار ار تربيع على 2، يعني التفاضل مالته موجود اللي هو 1. فهذه الحل. اوكي، فهاي هنا لهنا يعني تنتهي الحلول اللي هي باستخدام الباوربوينت. بس نسوي شنو؟ راجعه الى البي دي اف على مود نشرح لكم على البي دي اف اللي ما تبقى، واللي يعني ذني المهمات كلش ركزنا عليها جبناها بالباوربوينت. نعم، هنا جينا هسه للبي دي اف فايل مالتنا نشرح لكم عليه. هذا السؤال نشرح باستخدام السلايدز وبالتقطيع، هذا شرحت لكم اياه كليته. طبعا هذه خطا ذني، يعني ذني الموجودات هو الصحيح، بس هذا يعني اللاينات مو من نايبتي، بس المهم انا راسم لكم اياها اصلا. هذا وحاله وشرحنا. هذا السؤال همين تقدر تشوفه وتطلع عليه، طبعا انا ما يعني احلهن كلهن واشرحهن، بس هذا فكرته واضحه انه بمن يبدي ار تربيع يساوي 2 اي تربيع كوساين 2 ثيتا. همين يا اما تريد ترسمه بالطريقه هاي، شوف تفرض ار يساوي 0 فتستخرج شنو ثيتا؟ تستخرج ثيتا اللي هي شنو كانت؟ باي على 4. وتفرض ثيتا تساوي صفر يستخرج ار، فصار عندك نقطتين، ثيتا باي على 4 هذه، وثيتا هنا ناقص باي على 4، والنهايه مالتها ايش قد؟ اي جذر 2 اللي هي هذه. وترسم هذا الشكل وتستمر، بس هاي الفقره مهمه انه اشرح لك اياها، اما هاي بس مجرد يعني بعد انت تعرف الشكل تاخذ جزء واحد بعدين ضربه في 2 مثلا، تاخذ او تاخذ ربع وتضربه في 4، يعني اما تاخذ هذا الجزء كله من ناقص باي على 4، شوف هذا ماخذ من ناقص باي على 4 على باي على 4. هاي راح اشرح لك انا ليش هنا، لان هاي واضحه من ار يساوي 0 الى ار يساوي شنو هاي؟ 2 اي جذر العفو، لانها تجذرها جذر 2 اي تربيع كوساين 2 ثيتا.
ومن ناقص باي على 4 على باي على 4 خلاص اذا اخذ جزء الناتج النهائي ضربه في 2. شوف الناتج هنا اي تربيع ضربه في 2 على مود هذا اي تربيع توتال اريا 2. هاي الفقره المهمه انه الناتج النهائي تضربه في 2 وجود التكامل لاني اركز لك عليهن شلون رسمه الدائره. هذا مثال اخر هم المحلول ايضا شلون نحل. نجي هنا ال R صفر فثيتا استخرجناها باي على 4 هاي فيها باي على 4 1 لوب. هذا 1 لوب بس هذا اللوب الثاني اللي ونان قصينا ماكو يريد 1 لوب. find the area enclosed by 1 لوب لوب واحد يعني بس هذا الجزء اخذنا of the curve R يساوي 3 كوساين ثيتا. الواحد هسه يقول شو بس ار بس ثيتا والعدد الار ليش مو مهم الار لان الار من صفر الى ار يساوي 3 كوسين ثيتا سواء طلعت هاي النقطه عفوا سواء استخرجت هاي النقطه او لا مثل السؤال اللي راح هذا هاي اي جذر 2 صفر ما فادتنا بشيء اهم شيء نشوف الار من صفر الى ار هذا موجود بقى الباي الثيتا الثيتا من ايش قد ليش قد هاي الثيتا اللي استفادنا منها. فهذا نفس الشيء ال R من صفر إلى R يساوي 3 كوساين ثيتا. بقت الثيتا منين؟ ثيتا من صفر أو العفو ثيتا من ناقص باي على 4 إلى باي على 4. شلون عرفناها؟ باي على 4 من هاي المعادلة جينا هنا صفرنا ال R فصارت قيمة باي استخرجناها صفر يساوي 3 كوساين 2. شوف هاي العفو 2 المفروض هنا هاي خطأ في السؤال يعني نضيف 2 لازم هنا يعني خط نقص بالسؤال بس هو الجواب 2 اذا هاي تضيف 2 لازم وبعد ذلك يمشي السؤال عندك. هاي الستاندرد ذني موجودات هاي ليش انا جيت على ذني شرحتهن لان سواء واحد يقول استاذ انت ما شرحتها ذني داخلات لو ما داخلات فعلى مود لحد يسال موجوده وداخلات وكلهن مريودات بس قسم اخذتهن على الباوربوينت شرحتهن بتركيز وقسم اشرحهن على البي دي اف فهاي على مود لي قدام هنا هذني بالمحاضره الفيديويه السابقه مال الاسبوع الماضي هذني الستاندرد بول اوت كيرفز حكيت عليهن موجودات هذني كلهن شرحت هذا تشينجينج كوردينيتس هم شرحته هذا كليته انشرح. هذا السؤال يعني اصلا من الاسئله اللي خليناه وقطعناه هذا كذلك يمين هذا السؤال ما انشرح هذا لا هذا انشرح ما شرحته هذا ما انشرح. هذا السؤال نفسه اللي هو كان بس نستخرج الاريا اللي هي بعد يعني خارج السيركل وداخل الكارديوت ناشي يريد السنترويد اللي هو اكس بار واي بار يعني السؤال طويل كلش هذا بس هي فكره الدبل انتجريشن مالته والحدود التكامل معروفه نفس السؤال هذا مر عليكم يعني السؤال بس مر عليكم بايجاد المساحه المحصوره يعني اللي موجوده ضمن الكارديود لكن خارج الدائره نا يريد هاي المساحه تلقي لها السنترويد هاي خاف احد مثل ما عنده يقدر هيك يوقف الفيديو هنا ونشوف هذا شلون الحال صار لذلك امشي على كيف شويه على مود للي يعتمد بس على الفيديوهات ما عنده بي دي اف لاي ظرف ان كان فيقدر يشوف ويقدر يوقف الفيديو ويباوع على الحل. هاي الخطوات بعد يعني بعد عليكم الى ان الناتج النهائي هذا. هنا السؤال ايضا هذا من اسئله البولر مومنت اوف انيرشيا يعني اسئله كثيره جدا هذا واحد من الاسئله محلول بهالطريقة بس هو انت تقدر تحله. هاي السولف بروبلمز اللي حليتها اني اللي هي اي وبي هاي موجودة محلولة عندكم بالفيديوهات السابقة باستخدام الباوربوينت بالسلايدز حليتها هاي حليتها بالسلايد هاي حلت هاي السي والدي والاي والاف وصلنا الجي يعني ما موجوده هاي الجي بالسلايد هذا ما موجود الجي. find the area of the region cut from the first quadrant انتبه على first quadrant الربع الاول فقط
Find the area of the region cut. مقطوعة من الربع الأول by the region R بيساوي 1 زائد sin theta. R بيساوي 1 زائد theta من ال من الستاندرد كيرفز اللي موجودة مع البولر واحدة من ال 15 شكل هذه. فحدود التكامل مالتها من R يساوي صفر إلى R يساوي هاي يعني هي أصلا منطقية بالسؤال. المهم أنت الثيتا تدور على الثيتا. ثيتا من صفر إلى باي أوفر 2 هنا وتساوي نصف هاي لأنه بس الربع الأول من صفر إلى باي أوفر 2 و R من صفر إلى R واحد زائد ساين ثيتا هاي حدود ال R وحدود الثيتا هذه و R دي R دي ثيتا هي ثابتة مال بولر كوردينيت نصف دبل انتجريشن ار تربيع من صفر الى واحد زائد ساين ثيتا دي ثيتا ويساوي وهكذا تمشي بالحل مالته للنهايه هذه. Now يقول find the area of the region common to the cardioid ار يساوي يعني المساحه المحصوبه بين الكارديود ار يساوي واحد زائد كوساين ثيتا والآر يساوي 1 ناقص كوساين ثيتا فهذا وهذا الاثنين عندنا هذا آر 1 زائد كوساين وهنا آر 1 ناقص كوساين ثيتا فهاي المنطقة المشتركة أخذنا بس هذا الجزء ونضربه في 4 هذا الجزء من آر يساوي 0 إلى آر يساوي 1 ناقص كوساين ثيتا ومن الثيتا من 0 إلى باي أوفر 2 وآر دي آر دي ثيتا كملناه وكملناه الناتج النهائي نضربه في 4 أربع أجزاء أنا كم كاتب بالجاف أربع أجزاء هذا آه the find the area cut from the first quadrant همين نفس الـ يعني الأسلوب أنت اللي يعنيك إنه تستخرج الثيتا وهكذا هذا هم سؤال آخر أسئلة يعني كثيرة هذا هم سؤال آخر هذا همين سؤال آخر على المومنت اوف انيرشيا هذا للبليت هذا همين سؤال يعني أسئلة كثيرة ومحلولة كلها بالتفصيل كلها تدور على فكرة واحدة هذا همين انكلوزد باي ون ليف اوف ذا روز للوردة هذا يساوي كوساين 3 ثيتا همين هنا هاي المنطقة المحصورة هذا يعني ما داخل اكزامبل 7 يهمل ما لا تديروا له بال يعني لين اطلاع اكزامبل 7 هنا اسئلة امتحانات فصلية هاي الاسئلة من الاسئلة القديمة شوف هاي عام 94 هاي من كنت اني بصف الثالث هاي كنت انا ثالث كلية هذا السؤال كان يعني جانا بالأسئلة اللي هي قبلنا يعني الدورة اللي ورانا جاهم نعم فهذا هم سؤال يعني باستخدام البولر كاردينز find the radius of gyration rx for the region in the first quadrant بالربع الأول bounded by the circle وline يعني circle اللي هي هاي شوف هاي circle اللي هي نصف قطبة 2 والline الواي زائد x فيجي لي والواي واي اكسس ثلاث اشياء واي اكسس والواي اكس وواي يساوي اكس والواي اكسس اللي هو هذا وبعد والدائره فهذني هاي المنطقه المحصوره ريديس اوف جاريشن اهمين باستخدام انه البولر من صفر الى ار الار ثابت يعني من صفر الى 2 والثيتا هي من صفر الى باي اوفر 2 هنا هم سؤال آخر هذا السؤال using polar coordinates find the radius of gyration for the region in the first quadrant bounded by the circle on the line and x axis يشبه ذاك السؤال نفس الفكرة هم محلول شوف هذا السؤال هذا هاي المنطقة المحصورة فهاي المنطقة المحصورة من r يساوي صفر إلى r يساوي 3 وثيتا ثيتا تصير باي اوفر 4 هنا شوف لين اكس واي يساوي واي يساوي اكس باي اوفر 4
امشي شوف انا اركز على حدود التكامل، لان البقيه هو هذا انت حافظه، يعني اذا سوف جابيشن مو خب تخطا بيه، هذا حافظ ما يحتاج انه تخطا بيه. هذا من الاسئله اللي هي بالدور الاول بال93، هذا السؤال همين، اسئله قديمه هاي كانت من الاسئله اللي تجينا بالامتحانات النهائيه وبالدور الاول. يعني هي باستخدام multiple integration find the centroid of the shaded area. هذا السؤال هو راسم لك اياها الشيدد اريا، وانت بعد يعني تستخرج لازم. امين، سؤال محلول. وهكذا اسئله هوايه يعني كثيره محلوله، هاي بنك للاسئله يعني. انا من عندي هواي احط اسئله، القى اسئله قديمه واخلي. هذا سؤال همين من الاسئله القديمه، find the centroid of the shaded area. هاي الشيدد اريا، وهذا مرسوم سؤال هو ولا مرسوم مالته يجي هنا. هذا سؤال همين امتحان نهائي بال 95 جاي. change the double integration من صفر جذر اي تربيع الى ناقص اي الى اي. هذا اخو السؤال همين يعني مسلم لطيفه ما بيفت شيء صعب حاليا مثله احنا هواي. شوف هذا الحل مالته. وهكذا هذا سؤال ثاني 96. هذا هم سؤال انا بنك للاسئله تبعد. هذا هم سؤال اخر. هاي همين اسئله اخرى. هذا همين اخر سؤال. فلهنا يعني احنا ينتهي عندنا الدبل انتجريشن. ان شاء الله بعد عندنا التربل انتجريشن ناخذ، وناخذ الماتريكس، وها هي تخلص الماده. واتمنى لكم الموفقيه يا ربي.